تعال تحسين، تفضل عود. نعم تحسين بيك، طلبت انه تحكي معي. ما هيك؟ عم بسمع. لا بلا ما تضايق فتون خانم، خلينا نبعد من هون شوي. ليش؟ الشي اللي رح نحكي فيه اكيد بهم فتون خانم كمان، بالنهاية انا شوفير عروة بيك. اسمعني منيح يا عبد الحلال، ما بدي شوفك حوالي جيهان ابدا. انت رح تبقى بعيد عن بنتي، مفهوم؟ لا تقول هيك تحسين، عم تحكم على الرجال من غير ما تعرفه او تسمعه ابدا. لا ما بنعرفه، ولا بنعرف شو ماضي ابنه، وما بنعرف شو بده. شو ممكن يكون بدي يعني؟ انا كمان مثل حضرتك مجرد موظف. واذا بنحكي بموضوع جيهان كمان، ما في لا موضوع ولا غيره يا ابني، انت رح تبعد عن بنتي وبس. ايه تحسين؟ شو الجريمة الكبيرة بهالقصة؟ الأولاد رفقات مع بعضهم وبكل أدب كمان يعني، ومع الوقت كمان رح تتعرفوا على بعضكم ويوضح كل شيء. لا لا تاكلي هم، الكل رح يعرف مين بكون.